الملحق العسكري الأمريكي تم إبلاغه من قبل الإسرائيليين بشأن الأحداث في 7 أكتوبر. الانطباع العام أنه كان يوم تعيس وبائس، مع الإشارة الضمنية بوقوع العديد من الضحايا وخسائر في الأسلحة. اعترف جيش الدفاع الإسرائيلي بخسارة جزء من الأرض في مرتفعات الجولان وكذلك على الجبهة المصرية. المؤكد أن 400 دبابة مصرية قد عبرت قناة السويس على أكثر من 11 جسر في القطاعات المركزية والجنوبية و100 أخرى في القطاع الشمالي. كما اعترفت القوات الجوية الإسرائيلية بخسائر جوية كبيرة. أحد التقارير يشير إلى خسارة 37 طائرة في يوم 7 أكتوبر فقط، وتقرير آخر يشير إلى 35 طائرة منذ بداية الاشتباكات. أعلن البيت الأبيض أنه أعطى تعليمات إلى وزير الخارجية كيسنجر للمطالبة بعقد اجتماع مجلس الأمن القومي. من المتوقع إلقاء عدة خطب بشأن الاشتباكات في الشرق الأوسط في 8 أكتوبر في الجمعية العامة.